جزاكم الله خيرا. السائل محمد علي فاء من الرياض يقول: ما حكم من باع ذهبا على صاحب المحل ثم اشترى ذهبا آخر منه بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به، ثم سدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها؟ الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يستبدل ذهبا بذهب أحسن منه فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهب الذي يريده من صاحب المحل أو غيره، يبيع الذهب الذي معه ويستلم قيمته ويسلم الذهب للمشتري، نعم، ثم يشتري بالقيمة ما شاء من أنواع الذهب. نعم.